فكرة الشيبينج ماشين بمنتهى البساطة، ده شكل الشيبينج ماشين اللي احنا شايفينها قدامنا هنا. انا بثبت الورك بيس في الماشين فايس اللي موجودة قدامي هنا، وعندي هنا هيد. الهيد دي هي الاساس، الاتجاه كل الاتجاه اللي بتاخده الهيد دي ان هي بتروح وترجع، حرك بسرعة قدام وبعدين ترجع تاني، تحرك بسرعة لقدام وترجع تاني. وأنا بثبت الكاتنج تول أهي، تكون نازلة من التول بوست اللي هو متعلق في الهيد، بحيث إن هي بتتحرك مع الهيد في الحركة الريسبروكيتنج رايحة جاية. ففي كل خطة لقدام بتاكل في الماتيريال وترجع، تاكل في الماتيريال وترجع. فالحاجة اللي بتميز البروسيس بتاعت الشيبينج أوي إن هي بروسيس سرعتها عالية، لأن الهيد دي بتتحرك بسرعة وفي خبطة واحدة بتخلص لي صف كامل. فخلاص بروح تك تقطع وبعدين ترجع، تك تقطع اللي بعده وترجع وهكذا. فطبعا ايه، هي بروسس تعتبر سريعة، مشكلتها ان هي يمكن السيرفيس فينش بتاعها مش احسن حاجة. طبعا هي ستيل طالما هي من ضمن البروسيسز الماشيننج فهي بتطلع سيرفيس فينش كويس، بس مقارنة ببقية البروسيسز بتاعت الماشيننج بقى لا، تعتبر من اقلهم اذا ما كانتش اقل واحدة فيهم. بس يعني هي في الاخر انا بعمل كومبرومايز، لو انا عايز انجز بقطع بيها. بعد كده لو انا مثلا عندي عايز اقلل ثيكنس كبير، مثلا عندي حاجه كانت الثيكنس بتاعها 20 عايز اخليها 15 سم، فمحتاج اكل 5 سم، فممكن اكل مثلا اول 4 سم ونص كلهم بالشيبنج، وبعد كده بقى اخر 5 مللي اقطعهم بطريقه تانية زي الميلينج. فبرضو دي بتبقى من ضمن المميزات. خلينا نقول إن إحنا عندنا نوعين من مكن الشيبينج. النوع الأولاني اللي هو بتكون الهيد فيه هي اللي بتتحرك زي ما إحنا شايفين هنا، يعني الهيد اللي موجودة فوق دي كلها هي اللي بتتحرك لقدام وترجع تاني. لكن على عكس النوع التاني اللي احنا شايفينه هنا، لا ده انا الهيد ثابته في مكانها اهي زي ما احنا شايفين، والتيبل نفسها بالورك بيس اللي عليها هي اللي بتتحرك بالنسبه لها رايح جاي. بس طبعا دي مشكلتها ان هي بتكون بطيئه شويه عن ماكينة الشيبينج العادية، تمام. بيسموها بالعربي اللي هي بتروح وترجع دي، بيسموها المقشطة النطاحة اللي هي ماكينة الشيبينج. لكن التانية بيسموها المقشطة العربة اللي هي البلانر، أو إن أنا بعمل بروسيس بلاننج. يعني اللي إحنا شايفينها قدامنا دي اسمها بلانر، إنما الأولانية دي كان اسمها شيبينج. تمام. وعندي النوع الثالث اللي احنا بنسميه السلوتر. السلوتر ده بقى اللي احنا بنسميه مقشطة رأسية، فباين من اسمها ان الحركة بتاعتها فيرتيكال، لا ده التول مش بتروح قدام وورا، لا دي بتنزل فوق وتحت. ودي الطريقة الوحيدة اللي اقدر استخدمها ان انا اعمل انترنال سلوت. يعني ايه انترنال سلوت؟ مجرى داخلية. يعني خليني ارسم لكم حاجة برضه. لو انا عندي سيلندر، هو سيلندر معتقوبة بالشكل ده، سيلندر مفرغ، سيلندر مش مهندس، ما فيش حاجة باينة عندنا. طيب استنى ثانية. اوكي انا غيرت ال دي راحت. يعني كده المفروض ظهرت لكم تاني. تمام. تمام، فنرجع نرسمها تاني. أنا كان عندي
سلندر مفرغة من النص بالمنظر ده. أنا كده راسم البلان بتاعها وأنا واخد فيها سكشن، وكده دي متنشرة بالمنظر ده. تمام. فكرة السلوتر إن هي بتعمل لي انترنال سلوتر، بتعمل لي مجرى عاملة كده جوه، ودي خلاص كده مش هتبقى باينة عندي، ودي تبقى موجودة من أول البارت لآخر. الطريقة الوحيدة اللي أنا أقدر أعمل بيها internal slot زي ده هو بمكنة السلوتر دي. بثبت السلندر واقفة على المكنة وينزل عليها السلوتر يعمل فيها السلوت من أول البارت لآخر. طبعا عيب مكنة السلوتر زيها زي مكنة الشيبر إن هي بتروح بسرعة عالية، تخبط وترجع، فهي انا ما بقدرش اتحكم في نهايه المشوار بتاعها، فبالتالي انا ما اقدرش اعمل انترنال سلوت ليها نهايه. لا، انا يوم ما هاخد قرار ان انا بعمل انترنال سلوت يبقى انا بعمله من اول الورك بيس لحد اخرها، هياخد طول الورك بيس كلها لحد الاخر. تمام. في اي مشكله لحد هنا يا شباب؟ معلش، هي البلانر كانت بتعمل ايه؟ كانت بتساوي الحاجات ولا ايه؟ البلانر الفرق بينها وبين الشيبر ان الشيبر الهيد بالطول بتتحرك رايح جاي، لكن البلانر زي ما انت شايفه هي الهيد بالطول ثابته في مكانها، والكارج دي اللي عليها الورك بيس هي اللي بتتحرك بالنسبه لها. طيب تمام، مش دي. تمام. حد تاني عنده سؤال؟ تمام. دول الثلاث انواع: شيبر، بلانر، سلوتر. تمام. ده شكل الشيبر بمكونات شويه ديتيلد، بيشاور لنا بقى ادي الرام، الهيد بتتكون من رام وتول هيد. الرام هي اللي بتتحرك رايح جاي بسرعه عاليه، والتول هيد هي اللي انا ببقى مركب عليها التول. الورك بيس او الجابا هي راكبه على ماشين فايس، ومفروض ان احنا خدنا الماشين فايس اللي هي المنجله. المنجله دي بقى على ترابيزه تيبل، التيبل دي هي اللي بقدر اتحكم فيها ان هي تطلع فوق وتحت او ان هي تتحرك يمين وشمال. وطبعا الهيد راكبه على كولوم، وفي الاخر كل ده راكب على بيز، هو اللي ايه اللي شايل المكنه كلها. مهمه قوي واحنا بنعرف اي بروسيس ان احنا نشوف اتجاهات القطع المختلفة اللي عندنا. احنا عندنا اتجاهات القطع او الكاتنج بارامترز بتوعي ثلاثة: V و S و A، Speed و Feed و Depth of Cut. Speed دي اللي بتقطع، يعني انا الاتجاه اللي انا بتحرك فيه عشان ابتدي عملية القطع اصلا. الفيد هو الاتجاه اللي انا بتحرك فيه عشان اكمل عملية القطع، بحيث ان هي اكستند القطع على ايه، على الورك بيس كلها. والدبث اوف كات هو الاتجاه اللي انا بقطع فيه القطعه الواحده، يعني القطعه الواحده اتجاهها فين. فلما نيجي نشوف بروسس زي الشيبنج، هتلاقي عندك السبيد بتاخده الرام رايح جاي كده، هي دي اللي واخده الكاتنج سبيد. او فعليا عشان نبقى بنتكلم كلام مظبوط، الشيبر بيقطع في اتجاه واحد، في اتجاه الرايح. لما بترجع بترجع على الفاضي، ما بتقطعش. يبقى عشان كده انا بالنسبه لي بقول ان السبيد هو اتجاه الرايح في الكاتنج، وده بيبقى لينير سبيد جاهز، مش زي التيرنينج اللي كان بيبقى روتيشنال سبيد وانا بحوله بعد كده في حساباتي اللينير سبيد. هنا هي اوريدي لينير جاهز، فده بالنسبه لي الكاتنج سبيد الفي. بالنسبة للفيد أو الإس، دي هتجيلي منين؟ هتجيلي من الحركة اليمين والشمال بتاعة الورك بيس. فاللي بياخد الفي هو التول، لكن اللي بياخد الإس أو الفيد هو الورك بيس. إن الورك بيس بعد ما بخلص المشوار وأرجع، أقوم محرك الورك بيس سنة يمين أو سنة شمال عشان أعمل القطعة اللي بعدها. فالحركة السنة يمين أو سنة شمال هي اللي أنا بسميها الفيد، ودي بتاخدها الورك بيس. نيجي لاخر نوع او اخر بارامتر اللي هو depth of cut.
وده مين اللي بياخد الورك بيس برضه بحركته لفوق. احنا شايفين ان التيبل بتتحرك فوق وتحت، فانا بحرك التيبل لو انا عايز اكل 5 مللي في المشوار الواحد، فانا بقوم رافع التيبل مسافه 5 مللي وابتدي ايه عمليه القطع. عايز اخد 2 مللي هرفع التيبل 2 مللي وهكذا. فانا اتجاه الفيد بتاخد الورك بيس واتجاه لفوق، فيبقى انا في الفري كاتنج بارامترز. الكاتنج سبيد بتاخد الطول، الفيد والدبث اوف كات بياخدوها الايه الورك بيس. ده بالنسبة للشيبينج. لكن بالنسبة للبلاننج هتلاقي لا، ده احنا قلنا الهيد ثابتة في مكانها والكارج هي اللي بتتحرك معاه، فالكارج هي اللي بتاخد الكاتنج سبيد وهي برضه اللي بتاخد الفيد. غالبا في معظم انواع البلانرز هتلاقي التول هي اللي بتاخد الدبث اوف كات، انا بس بتحكم في التول من ناحية الارتفاع، ان انا برفعها او انزلها عشان اظبط الدبث اوف كات بتاعي على اللي انا عايزه. السلوتر هي زي الشيبر، الكاتنج تول هي اللي بتاخد السبيد، والورك بيس هي اللي بتاخد الفيد والدبث اوف كات. تمام كده. في حد عنده اي سؤال في الكاتنج بارامترز الفي والاس والاي بالنسبه للشيبنج والبلاننج والسلوتنج؟ هي بتقطع ازاي يا باشمهندس؟ يعني بتقطع ازاي؟ في انهي اتجاه؟ يعني فوق وتحت ولا يمين ولا شمال ولا؟ عشان انا بس بقول مش لك في عارف. اتجاه الرايح، انت شايف الرام فيها سهم رايح جاي؟ تمام، يعني يعتبر قدام كده. بالظبط، وهي رايحه لقدام كده بتخبط، عشان كده بيسموها نطاحه، لان هي كانها بتنطح الورك بيس بالطول تقطعها وترجع تاني. تمام. مين تاني عنده سؤال؟ هو في الشيبينج ال depth of cut مين اللي بياخده، ال tool ولا ال work piece؟ الورك بيس هي اللي بقى شايفه ان التيبل اهي بتطلع وتنزل، فانا الاتجاه الدبث اوف كات بالنسبه لي هو انا اكلت دبث قد ايه في القطعه الواحده. فانا لو عايز اكل 2 مللي مثلا من السيرفس بس، برفع التيبل 2 مللي وابتدي اقطع، او برفع 5 مللي وابتدي اقطع على حسب الدبث اوف كات اللي انا عايزه. فده اللي بياخده الورك بيس، عن طريق ان التيبل بتطلع وتنزل. طيب، مو في البلاننج هتبقى التول صح؟ غالبا في اغلب الانواع بتبقى الطول. تمام، شكرا. لا تمام. مين تاني عنده سؤال؟ تمام. نشوف بقى شكل الكاتنج تولز اللي احنا بنستخدمها في الشيبينج. هتلاقي ان اشكالهم تعتبر شبه الكاتنج تولز اللي موجودة في التيرنينج، وفيها برضو نفس المكونات زي الكاتنج انجل والريك انجل والكليرنس انجل. عادي جدا التلاتة انجلز اللي انا بحتاجهم في القطع، هي موجودة هنا عندنا في الشيب. فهي نفس الشكل، وبتبقى مصنوعة غالبا برضو من نفس الماتيريال زي الهاي سبيد ستيل والحاجات دي كلها. تمام. في اي مشكلة في الكاتنج تولز؟ تمام. نمسح ال نيجي بعد كده لتثبيت الطول. ناخد بالنا كويس قوي من الموضوع ده. التثبيت التول هيد اهي بتبقى متثبته في الرام. طبعا انا عندي هنا اهم حاجه الجزء بتاع السويفل بليت. السويفل بليت ده عشان يسمح ان الهيد كلها اقدر احركها في زاوية لليمين أو للشمال، عشان لو أنا عايز القطع بتاعي عايز أعمل سلوت معينة مثلا في الورك بيس بتاعتي، ما تبقاش سلوت عدلة، لا دي سلوت بأنجل، فأقدر إن أنا ألف في التول هيد كلها
بالانجل اللي انا عايزها عشان خاطر توجه لي القطع في الاتجاه اللي انا عايزه. فدي نقطة. النقطة التانية الحتة اللي هنا اللي اسمها الكلابر بلوكر، هتبص تلاقي ادي التول بوست اللي انا بعلق فيه التول وبربط عليه بمسمار عادي جدا، بتثبت هنا بيفوت. بيفوت يعني مفصلة، زي مفصلة الباب كده، مفصلة واحدة من فوق. فمعنى كده ايه؟ ان انا لو تخيلت معايا ان كل ده ثابت، ولو انا شديت من التول بوست هتلاقي نفسك بتلف في الكلابر بلوك كلها حوالين البيفوت، تقدر تشدها كده بتلف حوالين البيفوت وترجع تاني عادي. طب احنا بنعمل القصة دي ليه؟ لان احنا عندنا حاجة اسمها النون ريتيرن ميكانيزم. انا وانا بقطع زي ما اتفقنا، انا بقطع في اتجاه واحد اللي هو اتجاه الرايح، في الرجوع انا ما بقطعش. فده بيخليني اعمل حاجتين. الحاجة الاولانية او الحاجة الاساسية ان انا لما برجع برجع بسرعة اعلى من اللي انا رايح بيها، يعني الرام في حركتها لقدام بتروح بالراحة شوية نسبيا يعني وترجع اسرع. طب لما ترجع اسرع تعمل ايه؟ تخيل معايا كده ان انت الرام دي وهي بترجع، فالتول هيد دي كلها بترجع لورا، فزي قطر الموت او زي لو عربية بتفرمل، طالما دي بترجع لورا، يعني لو احنا راكبين عربية او قطر الموت وابتدت العربية ترجع لورا، انت باي انيرشيا تلاقي جسمك عايز يميل لقدام، صح كده؟ فبنفس الطريقة ده اللي بيحصل للتول اللي راكبة على التول بوكس هنا أو الكلابر بلوك. التول هيد كلها وهي بترجع لورا بسرعة عالية، فالكلابر بلوك دي عايزة تطلع لقدام، مش هتعرف لأن هي ممسوكة. بس ممسوكة منين؟ من بيفوت أو مفصلة واحدة. فلما تيجي ترجع لورا تلاقي الكلابر بلوك ده ابتدى يطلع لفوق شوية كده وهو راجع، بسبب السرعة العالية في اتجاه ايه؟ الرجوع. طب ده بيفيدني في ايه؟ قال لك بيفيدني مش انا مش عايز اقطع في اتجاه الرجع. طب انا كنت عامل ده في فقط 2 مللي وانا رايح قطعت ال 2 مللي، وانا راجع لو رجعت والورك بيس على نفس الارتفاع الطول هتجرح بسطح الورك بيس وهي راجعة، لان انا على نفس الارتفاع بالظبط. فيبقى ايه الحل؟ يبقى الحل وهي راجعة الكلابر بلوك دي تطلع لفوق شوية، فتخلي التول تبعد شوية عن الورك بيس وهي راجعة، فالتول ما تجرحش في الورك بيس وهي راجعة. فدي اللي احنا بنسميها النون ريتيرن ميكانيزم، وهي وسموها ليه كلابر بلوك؟ لأن طبعا ده متل في متل، فلما بيلف الزاوية دي وهي راجعة أول ما يقف وعايز يطلع لقدام تاني الكلابر بلوك عايزة ترجع، فتقوم خابطة في الكلابر بوكس فتعمل صوت كأنها بتسقف تك، وبعدين تروح تقطع وبعدين ترجع تك تقوم خبطه وهكذا رايح جاي. فعشان كده سموها كلابر بلوك، زي السقف، جاي من السقف ان انا بايدي كده لما بسقف. طيب انا عارف ان الجزء ده كومبليكيتد شويه، فقولوا لي مين مش فاهم الموضوع ده، الجزء بتاع النون ريتيرن ميكانيزم والكلابر بوكس. بس معلش بس اتلخبط في جزئيات. بس هي يعني الحاجة اللي بقطع فيها بتثبتها فين؟ يعني متثبتة في الماشين فايس اهي، شايف المكنة هنا؟ شايف الفايس دي منجلة، شفت المنجلة اكيد في الفيديوز او في ورشة قبل كده، فهي بتبقى متثبتة هنا فوق التيبل زي الصورة دي كده اهي، هي بتبقى ثابتة هنا كده، فتقدر الماشين تروح وترجع عليها عادي. تمام، فهمت حضرتك، شكرا يا باشمهندس. العفو. طيب مين تاني عنده سؤال؟ تمام، كويس جدا. اهو الورك بيس فيكسيشن بتتثبت في الماشين فايس او المنجله زي ما احنا شايفين هنا، بحيث ان انا بحط الورك بيس والف دي فالتو جوز يقفلوا على الورك بيس يمسكوها كويس.
تمام. وللأجزاء التيبر برضو ممكن يبقى الماشين باد نفسها فيها دي سلوتس، بحيث إن أنا مجاري كده مفتوحة على شكل حرف دي، بحيث إن أنا عندي فيها الوركيش وأقدر أثبتها بالكلامب والبلوك دي مع بعض، سوري، فبمسك هنا الورك بيس من فوق. بالذات دي بتنفعني قوي التكنيك ده، بحط الورك بيس هنا واحط البلوكس دي مع الكلاب فتثبت لي الورك بيس، وبتنفعني كويس في البارس السلندريكال. فاقدر لما يكون عندي ماسوره مثلا عايز اعمل فيها سلوت خارجي ولا حاجه، اقدر اثبتها باستخدام الكلاب اللي باين قدامنا ده، ينزل الكلاب عليها من فوق يثبتها في مكانها، لان انا بخاف ساعات من الماشين فايس ان هي تطبق لي الماسوره مثلا وانا بثبتها، فاسهل ان انا اثبتها بالكلامب دي. تمام. مين عنده سؤال في الجزء ده؟ تمام. الكاتنج فاريبلز اهي زي ما اتكلمنا، ان انا بعمل كاتنج ستروك بروح لقدام، وده اتجاه الفي اللي بتاخده الكاتنج تول بس انها تطلع لقدام. في الرجوع الريتيرن ستروك، خلاص احنا اتفقنا ان ما بيحصلش عندي اي قطع اثناء الريتيرن ستروك، لا انا عندي القطع دايما في اتجاه واحد. ال depth of cut اهو بتاخد ال work piece انها تطلع وتنزل، فيعمل لي ال depth اللي بتقطع في قطعة واحدة، واتجاه الفيد لليمين هنا عشان انا كده بدأت من اليمين وعمال ال work piece تتحرك يمين، فتاكل يتاكل منها زيادة لحد لما بخلصها كلها. تمام. فده كده إعادة برضو للكلام اللي احنا قلناه على ال cutting variables المختلفة. فيها أي مشكلة؟ تمام. الشيبنج بقدر اعمل فيها ايه؟ فيها ايه بقى؟ اقدر ان انا اهي اقطع اساوي السيرفس، او زي ما قلنا اقلل الثيكنس بتاعه السيرفس بان انا اقطعها من اولها لاخرها، فساعتها بتحرك في الفيد من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. طيب بقدر اعمل ايه تاني بالشيبنج؟ ممكن اخدها بالجنب التاني ان انا ميل الورك بيس التول 45 درجه، فساعتها تاكل من جنب الورك بيس بدل ما هي بتاكل فيها من فوق، فساعتها الاتجاه الفيد هو بقى ان الورك بيس كلها بتتحرك لقدام لورا، من قدام لورا او من ورا لقدام على حسب ايه انا بدأت منين وهنتهي فين. عندي ايه تاني؟ اقدر اعمل جزء تيبر او شامفر زي ما احنا شايفين هنا، ان انا مايل برضو الطول للزاويه اللي انا عايزها واكل، فانا ممكن اكل ايه بخط عدل او بخط مايل على حسب انا مايل دي ولا لا. اقدر افتح دي سلوت، اقدر افتح سلوت عاديه خالص، او اقدر افتح تي سلوت بالمنظر ده. طب التي سلوت اللي بالمنظر ده بفتحه ازاي؟ قال لك الستيب الاولانيه ان انا بقطع المنظر ده، مش مظبوط قوي، انا بقطع السلوت اللي هي عامله كده بس كده، دي بقطعها كاول ستيب. خلاص خلصت دي، بقدر بقى ادخل بالطول واللي مفتوحة من اللي ليها بارزة من ناحية واحدة واكل بيها الاتجاه ده، وبعدين الف واكل بيها الاتجاه ده. طب انا ليه من الاول عملت السلوت اللي بالجزء ده؟ عشان اساسا الاقي مكان فاضي التول تمشي جواه، وافتح بعد كده الناحية اليمين والناحية الشمال، يبقى انا كده فتحت الاتنين بتوع الاتنين تي اللي موجودين عندي في التي سلوت. نفس الحكايه برضه اقدر اعملها في الانجلز التيبر او السلوتس اللي مفتوحه بشكل تيبرد، او اللي احنا بنسميها الدوف تيل، فانا برضه بقطع الجزء العدل ده الاول، بعد كده اخش افتح الانجل اليمين وافتح الانجل الشمال بان انا مايل التول هيد بتاعتي. ادي الورك بيس قبل الماشيننج.
وممكن بقى اعمل زي ما انا عايز اشكال كومبليكيتد واميل التول زي ما انا عايز لحد ما اطلعها بالشكل اللي انا عايزه بعد الماشين. تمام. مين عنده سؤال في الاوبريشنز المختلفة بتاعت الشيبينج؟ معلش مش عارف، مش عارف سؤال. اتفضل. هو ال work base fixation بيبقى على ال vice صح؟ او كلامب دي يعني قصدي الكلامب بال work base بيبقوا كلهم على ال vice ولا بيتحط في لا مكان هنا تاني؟ خلاص مش على فايس، هنا بيركب على تي سلوت. انت الاساس ان انت اغلب انواع المكن بيبقى فيها تي سلوتس من تحت زي ما انت شايف كده على الباب. ففي حالة لو انت بتستخدم الماشين فايس، فالماشين فايس كلها بتركب على التي سلوت. لو في حالة ان انت عامل كلامب فبتثبت الكلامب في التي سلوت دايلر. لا شكرا يا شيخ. تمام. باشمهندس بعد اذنك، اتفضل. هو دلوقتي في عامة في التول كاتنج انجلز الثلاث زوايا الكليرنس انجل والتول انجل والريج انجل، ممكن حضرتك تقول لي يعني كل واحد فيهم وظيفته ايه بالظبط؟ ماشي سهل. بص يا سيدي، لما اجيب ال القلم واشرحها لك. احنا دلوقتي حط بس سلايد كده حتة كده عشان خاطر اشرح عليها. انت عندك سيرفيس اهو وعايز تقطع فيه، فانت اول حاجة انت هتتخيلها او ممكن نفكر فيها ان احنا لازم نعمل الجزء ده يكون ليه شارب ايدج. فعشان يكون ليه شارب ايدج يبقى لازم يكون جاي لي بانجل كده. الانجل دي هي اللي احنا بنسميها الكاتنج انجل اهي، دي كده اسمها الكاتنج انجل. عشان دي الانجل اللي بتعمل لك هنا شارب ايدج تقدر ان انت تقطع فيه. فدي الحاجة الاولانية. تمام. طيب تاني انجل. تمام معايا؟ قول لي لو انت وصلتكش الكاتنج انجل دي اسهل. تمام حلو اوي. بقى عندي مشكلة ان انا دلوقتي وانا بقطع بيكون عندي الرايش، تمام، اللي هو الميتال اللي انا شيلته اساسا. طيب الميتال اللي انا شيلته ده ممكن وانا بقطع يقعد يتكوم لي فوق الورك بيس تاني، فانا عايز اخلص منه بسرعة ان انا لما اقطع الرايش ده يروح. فبعمل هنا انجل مع الفيرتيكال ده، بس ريفرنس لاين ده مش جزء من الكاتنج انجل عشان كده مش هوصله دي كده، اسمها بيتا اللي هي الريك انجل. ليه؟ عشان لما يطلع لك رايش من الميتال يجي يطلع يتزق كده. تمام. طيب معلش انا بس عندي حاجة محتاجة ارد على ده ضروري، فلحظة واحدة وهبقى معاك دقيقة واحدة.
طيب معلش يا شباب، كانت بس حاجة urgent كده كان لازم أشوفها. نرجع بقى تاني ما هنا، اتفقنا إن أنا وأنا بقطع عندي أول حاجة عندي ال cutting angle أهي، ودي عشان تعمل الشارب ايدج اللي بيض. تاني حاجة عندي الريك انجل، ودي بتكون الانجل اللي مع الفيرتيكال بالمنظر ده، عشان الرايش وهو بيطلع يتزحلق عليها ويطير، يتزحلق عليها ويطير. فانا عشان كده بعمل له انجل هنا متبقاش جاية. لو هي كانت 90 ديجريز هتبتدي، بدل ما هي واخدة انجل بالمنظر ده، لو كان جاري 90 ديجريز هتلاقي الرايش عمال يتكوم فوق بعضه، يلزق فوق بعضه تاني، وساعتها هيقرفنا ايه في القطع. فبالتالي بقيت محتاج الريك انجل. تالت انجل ان انا خايف دلوقتي، المفروض ان انا بتحرك اتجاه القطع كده، فانا بقطع انا الجزء ده خلاص انا قطعته، فالمفروض ان السيرفيس فينش بتاعه بقى كويس، فانا مش عايز الورك بيس تعدي على الحتة دي، التول سوري تعدي على الحتة اللي اتقطعت دي عشان ما تبوظليش السيرفيس فينش. فأنا بخلي هنا في انجل تالتة اسمها ألفا، اللي هي الكليرنس انجل، بسيب كليرنس ما بين التول وما بين الورك بيس، بحيث ان هي تحمي لي الورك بيس ان هو السيرفيس فينش بتاعه تبوظ اثناء ما انا معدي عليه بالتول. تمام، وصلتك كده الفرق بين 3 انجلز؟ تمام. تمام ممتاز. طيب مين تاني عنده سؤال؟ تمام. طيب من الحاجات بقى اللي انا بحتاج فيها الشيبنج مهمه جدا، احنا اتفقنا ان اي انترنال سلوت لازم اعملها بالبروسيس بتاعه السلوتر، وما عنديش اي بديل للبروسيس بتاعه السلوتنج تماما. فهنا من اشهر الحاجات موضوع الكي والكي واي. انا عندي حاجه بالمنظر ده، عندي تو سيلندرز جوه بعض، سيلندر سوليد كده وسيلندر مفرغه من النص زي الثانيه، وعايز لما السلندر دي تلف السلندر التانية تلف معاه وهما جوه بعض. فأنا بعمل كده إزاي؟ تعالى بص معايا كده برضو في الفيو ده. لو أنا بصيت على، تعالى نسميها السايد فيو، بصيت من الفيو ده هشوف إيه؟ هشوف آدي السلندر الأولانية، وآدي السلندر التانية المفرغة، والاتنين جوه بعض. طب انا ايه اللي يخلي ان ده لما يلف التاني يلف معاه برضه في نفس الاتجاه؟ فقال لك خلاص انا هاجي اعمل اكسترنال سلوت في الجزء الايه السوليد، واعمل انترنال سلوت في الجزء الهول، زي ما احنا شايفين ده في ده في اكسترنال سلوت، وده في سوري ده في انترنال سلوت، وهنا في اكسترنال سلوت اهم قدام، واجيب البارت اللي هو الكي جزء بلوك كده احطه هنا في النص يملى التو سلوتس دول مع بعض، بحيث لما ده يلف هيبقى عايز يلف في الكي اللي هو الجزء البلوك ده. طب الكي ده عشان يلف يبقى لازم هيلفف الجزء اللي بره، فبقى ده بقى التكنيك ده اللي احنا بنسميه الكي، والسلوتس دي بنسميها كي واي، هو اللي بيخلي التو بارتس دول اللي راكبين جوه بعض ان هما الاثنين يلفوا. تمام، فيها اي مشكلة الموضوع ده؟ تمام حلو. فده كده هو اكزامبل لمجموعه من الاوبريشنز ان انا بقدر اعملها بالبروسيس بتاعت الشيبنج. اقدر اعملها، اقدر اعمل حاجات تيبرد، اقدر افتح سلوتس، اقدر اقلل الثيكنس بس بليفلز مختلفه زي ما هقرر على حسب ما بظبط الدبث اوف كات
وبظبط الانجل اللي انا مثبت عليها التول. تمام، في اي مشكلة كده في البروسيس بتاع الشيبينج عموما؟ اه بس يا باشمهندس انا عندي سؤال بس ماشي. اتفضل. طبعا هو الورك بيس فيكسيشن بتاعت الشيبنج دي كانوا في المكنه اللي هي ظاهره في البرزنتيشن من بره دي صح؟ مش بقيه المكنه يعني، المكنه التانيه بتثبت بطرق تانيه صح؟ لا، هي ايه اللي نفس هيمنع؟ الحاجه يعني. بص، هنا في ماشين فويس في الاخر، انت شايف شايف التيبل دي اللي تمام راكب عليها الماشين فويس، دي اللي فيها تي سلوتس اللي انا كنت بقول برضو لزميلك عليها. عايز تركب عليها ماشين فويس، تمام. عايز تركب عليها اللي هو الكلامب، تمام. فبص، المكنه الثانيه اهي فيها تي سلوتس، الفرق بس ان هو هنا ما رسملكش الفيكسيشن نفسه، هو ورالك ادي الكارج بالماشين بالسلوتس اللي عليها، وانت تركب اللي انت ايه عايزه. ونفس الحكايه هنا، تقدر برضو تركبها على ماشين فايس او على كلام وتشتغل بقى عادي. تمام شكرا يا فندم. العفو. في حد تاني عنده سؤال في الجزء بتاع الشيبينج؟ تمام. نيجي للبرزنتيشن الثانية. اللي بتتكلم عن الميلينج. الميلينج اللي احنا بنسميها بالعربي التفريز، وده من اكتر البروسيسز اللي بتطلع لي سيرفيس فينش ودايمنشنال اكيوريسي عاليين. اهي ده منظرها. انا بيكون عندي برضو ادي التيبل بالتي سلوتس للتثبيت، برضو نفس النظرية اللي انا عندي تي سلوتس عايز اثبت عليها ماشين فايس. الصورة بس عشان هي مش مفتوحة. هي تاخد التاني. طب استنى، تمام كده. قلنا ان هنا عندي تيبل، ده شكل البروسيس بتاعت الماشين. عندي هنا تيبل بثبت عليها الورك بيس، التيبل بيبقى برضه فيها تي سلوتس، بحيث ان انا عايز اثبت ماشين فويس تمام، عايز احط كلامب تمام، واقدر اثبت الورك بيس براحتي. الاساس بقى عندي في الموضوع كله التول اهي، هي دي، وبتكون متثبتة على عمود بيلف، فالطول كلها بتلف حوالين نفسها. وبعد كده باخد الحركات بتاعتي سواء فوق وتحت أو يمين وشمال أو قدام وورا على حسب نوع المكان. عندي في البروسيس بتاعت الميلينج حاجتين أو نوعين، عندي حاجة اسمها vertical milling وعندي horizontal milling. على حسب بميزهم على حسب إيه؟ على حسب الرد أو الشافت اللي شايل التول. فانا مثلا في البروسيس دي اسمها هوريزونتال ميلينج. ليه؟ لان العمود اللي شايل التول جاي بشكل هوريزونتال، على عكس الفيرتيكال ميلينج اللي بالمنظر ده. العمود اللي شايل ادي التول اهي، العمود اللي شايل التول بيكون فيرتيكال. فهي لو فانا عندي النوعين دول، يا اما فيرتيكال يا اما هوريزونتال. الهوريزونتال بالذات ده غالبا بتاكل مساحات اكبر في المره الواحده، لكن الفيرتيكال بتعمل لي بروسيسز كومبليكيتد اكتر وبتطلع لي سيرفيس فينش احسن. فده الفرق بين الفيرتيكال ميلينج والهوريزونتال ميلينج. بستخدم الميلينج في ايه؟ بستخدم الميلينج برضو بان انا اظبط السيرفيس،
او ان انا اقلل الثيكنس بتاعه السيرفيس باكيورسي احسن شويه، وبقدر افتح بيه سلوتس مختلفه زي الشيبنج. يعني هي تعتبر بتقوم بنفس الاوبريشنز بتاعه الشيبنج طبعا ما عدا الانترنال سلوت، و بالسيرفيس فينس ودايمنشنال اكيورسي احسن. تمام، في اي مشكله في الفكره بتاعه الميلينج عموما؟ الست السنت بتاع الفيرتيكال والهوريزونتال نفس الحاجة صح؟ لا الفيرتيكال غالبا بيكون الفيرتيكال احسن شوية في الواقع، يعني نظريا المفروض الاتنين زي بعض بس واقعيا لا الفيرتيكال احسن شوية. تمام ماشي تمام. لو بصينا على شكل الكاتنج تولز هتبص تلاقي ان الميزه اللي فيها ان هم مالتيبل كاتنج تولز او مالتيبل كاتنج ايدجز. انا ما عنديش ايدج واحده، ما عنديش حد قاطع واحد زي التيرنينج والشيبنج، لا ده انا عندي كذا حد قاطع 1 2 3 4، عندي عدد كبير، وده بيساعد ان السيرفيس فينش بتاعتي تكون احسن. كل ما بزود عدد الكاتنج ايدجز كل ما بيكون السيرفيس فينش اللي بيطلع لي احسن من التاني. ده اكزامبل لتول بيركب فيه الهوريزونتال ميلينج، ده برضو بيركب في الهوريزونتال ميلينج. ده بقدر بقى كمان ميزه الميلينج ان انا بقدر اظبط شكل التول اصلا من الاول ان هي تطلع لي الشكل اللي انا عايزه. يعني الاثنين ده مثلا بقدر استخدمه عشان انعم بيه السيرفيس او ان انا اقل شويه الثيكنس في جزء. نفس الحكايه ده بس ده كمان اقدر استخدمه وافتح بيه سلوت. لو انا عايز افتح سلوت عاديه اقدر افتحه باستخدام التول دي. هنا لو انا عندي سلوت اصلا تيبرت او واخد شكل 45 وال 45 كانه سلوت حرف V، ممكن اصنع له تول مخصوص بالمنظر ده، فلما يجي يفتح لي البروفايل ده، واقدر برضه استخدمه عشان افتح السنان بتاعه التروس. وهنا برضه فتحت انا تول تيبرت اساسا جاهزه، فمش محتاج اميل الهيد، انا ممكن اقطع على طول بالطول التيبر دي فتعمل لي سلوت اساسا تيبر ده واخده الزاويه اللي انا عايزها. فهي دي بتبقى من مميزات الميلينج شويه، ان على حسب شكل الحاجه اللي انا عايز اقطعها اقدر اقرر شكل الكاتنج تول. وفي ناس بتديزاين كاتنج تولز كومبليكيتد اكتر، واخده اشكال كونكيف او كونفكس او كده، بحيث ان هم يقطعوا الحاجه بشكل احسن. ده شكل الفيرتيكال ميلينج تول، ودي اللي احنا بنسميها الاند ميل، وبستخدمها برضه عشان خاطر افتح بيها سلوتس. هتلاقي ان هي شكلها رفيع شويه فاهو، وعندي برضه واحده هنا واخده شكل حرف V، فتقدر تفتح لي الدوف تيل على خطوه واحده على طول من اول مره. فزي ما قلنا دي بقدر اظبطها بالشكل اللي انا عايزه على حسب الابلكيشن بتاعي. تمام، في اي مشكله في الكاتنج تولز؟ هو حضرتك قلت من مزود الكاتنج ايدج سيرفيس فينش باحسن؟ اه طبعا. تمام شكرا. لا تمام. بالنسبه للتول فيكسيشن ده بالنسبه لي الهوريزونتال ميلينج، بثبت التول بتاعتي هنا على العمود، وعندي سبيسنج كولرز. السبيسنج كولرز ميزتهم ان هم اولا بقدر بيهم اتحكم في مكان التول، هل انا عايز اخلي التول هنا تبقى في النص ولا من شفتها يمين شويه ولا من شفتها شمال شويه، على حسب ما بحرك السبيسنج كولرز بتحدد لي هتزنق لي على التول في انهي مكان بالظبط. وكمان اقدر استخدمها عشان خاطر لو انا عايز احط اكتر من تول، افرض ان انا عايز افتح سلوت يمين وسلوت شمال مثلا في الورد بيس، فاقدر بدل ما احط تول واحده احط اثنين تولز، واحده هنا وواحده هنا، وبرده بظبط المسافات ما بين الاثنين تولز باستخدام السبيسنج كولرز دول زي سيلندرز كده، بحطها ما بينهم بحيث ان هي تثبت التولز في الاماكن اللي هي فيها. وده بالنسبه لي الفيرتيكال ميلينج بيتثبت غالبا زي الدريلينج. ادي عندي كولت وكولت تشاك وبركبهم على بعض
واقدر ازنق الطول جواهم فتثبت في مكانها. تمام، في اي مشكلة في موضوع التول فيكسيشن؟ تمام، حلو قوي. الورك بيس فيكسيشن زي ما قلنا هي نفس فكرة ال اسمه ايه ده الشيبنج، ان انا عندي تي سلوتس فاقدر اثبت ماشين فايس فيها واثبت عليها الورك بيس، او ان انا استخدم شكل منظر الكلام بحيث ان هو يثبت لي بالذات في الاشكال السيلندريك. تمام، طيب ايه الاوبريشنز اللي انا اقدر اعملها باستخدام الشيبنج؟ ان انا اهو اظبط السيرفيس فينش بتاع السيرفيس بتاعي او اقلل الثيكنس بتاعته، زي ما احنا شايفين انا بستخدم هوريزونتال ميلينج عشان ياكل كميه كبيره مره واحده. او ان هو يظبط الثيكنس من ناحيه واحده مثلا او من جزء صغير منها، فبيجيب هوريزونتال ميل العرض بتاعها اصغر شويه فتقطع لي الجزء ده. ممكن اقطع سلوت في النص، افتح سلوت زي ما احنا شايفين هنا. ممكن ان انا استخدم اثنين في نفس الوقت عشان خاطر افتح مثلا تو سلوتس جنب بعض او اقلل من ناحيتين. وقلنا ان اللي بيساعدني على كده فكرة الكولرز اللي انا بقدر بيهم اظبط الايه المسافات. السلوت دي بقى اقدر اغير في شكلها شوية، اقدر اخليها كونكيف او كونكيف سلوت بان انا اظبط شكل الكون نفسها ان انا اديها الكونكيفيتي. اقدر افتح السنان بتاعت الجيرز لو انا ظبطت شكل الطول على الفراغ اللي موجود في الجير. اقدر اعمل بارتنج اوف، حتى لو انا دخلت بالطول شويه لجوه لحد ما خدت الهايت طول يبقى انا كده قسمت البارت بتاع النصين. ده برضو الهوريزونتال بيعمل لي فيس ميلينج في المنظر ده. او اقدر برضو افتح تي سلوت بنفس التكنيك، ان انا بفتح الاول سلوت عاديه وبعد كده اجي بالفيرتيكال ميلينج واتحرك هنا وافتح الايه الناحيتين يبقى انا عمل لي تي سلوت، او الدوفتيد سلوت زي ما قلنا بالطول اللي متصنعه مخصوص ان يتفتح السلوتس بتاعت الدوفتيد. تمام، في اي مشكله في الاوبريشنز بتاعت الميلينج؟ تمام، وده شكل الطول اللي بتفتح الجيرز، فهي واخدة نفس شكل البروفايل. الجير بيتثبت ويجي لي كسلندر الأول وبعدين بحطه على تجهيزة مخصوص بحيث إن هي تلفه بأنجل صغيرة، بحيث إن أنا بثبت الورك بيس أقطع أول سنة وبعدين ألف الجير مسافة أنجل صغيرة وبعدين آخد تاني سنة بعدين الف واخد تالت سنه وهكذا لحد ما اخلص على اسنان الجير كلها. ودي الاشكال الايه المختلفه الكومبليكيتد اللي انا ممكن اعملها بالتولز بتاعت الميك. تمام، في اي سؤال في الجزء بتاع الميلينج كله؟ تمام، طيب حد عنده أي سؤال عموما؟
انا عندي بس هو الفيد والحاجات دي اللي بالتول اللي بتاخدها ولا الكاتنج ايدج الملك في الميلينج او الشيبينج، يعني بتفرق من هنا او هنا؟ طبعا ما احنا شرحنا في الشيبينج قلنا انك السبيد كاتنج سبيد بتاخد التول، الفيد والدبث اوف كات بياخدوا الورك بيس. هنا في الميلينج هتلاقي ان هي برضو غالبا بتمشي بنفس النظريه، ان انا الطول بتلف حوالين نفسها لكن ما بتتحركش، فالطول هي اللي بتاخد السبيد، لكن الورك بيس برضو على التيبل بيقدر يتحرك قدام ورا او يمين وشمال او فوق وتحت، فبيقدر ياخد معايا الفيد قدام في الكارت على حسب الاتجاه اللي انا بقطع فيه. وصل لك الفكرة ولا تايهة منك أو أقولها لك بطريقة تانية أو كده؟ يعني هي التول هي اللي بتتحرك، فهي عشان كده بتاخد السبيد يعني، او يعني بالظبط هي بتلف. اللي بتلف، أو في حالة الشيبينج بتبقى رايحة جاية. تمام، فهمت حضرتك، شكرا يا باشمهندس. العفو. تمام، في حد تاني عنده سؤال؟ تمام. طيب طالما حد ما عندوش سؤال، أشكركم جدا، و يعني غالبا أظن إن ده خلاص آخر التوتوريال بالنسبة لنا، فربنا معاكم. لو في أي حاجة ممكن تبعتولي على تيمز، أي سؤال واقف معاكم أو حاجة ببعتولي على تيمز وأنا هحاول أرد عليكم إن شاء الله. شكرا.